كشف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تصريح خاص لمركز الأخبار عن أبرز المشاريع التي قامت بها الوزارة سواء على صعيد مجال الطرق وصولا إلى استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة المتعلقة بآلية تنظيم حركة السير عبر وجود إشارات ضوئية ذكية تتبع فيها تجربة الوميض. مشروع الواجهة البحرية في البسيتين الأسبوع الماضي تفضل سمو محافظ المحافظة الجنوبية في افتتاح مدرسة الشيخة موزة بنت حمد التي استخدمت كل تقنيات المباني الخضراء في ترشيد الطاقة والمياه في بيئة تعليمية هناك في على صعيد الطرق. هناك تجربة الوميض في الإشارات الضوئية والذي لقى استحسان الجمهور والسواق، والدراسة التي قمنا فيها بيّنت انخفاض الحوادث المرورية في مجال الإشارات الضوئية.